السلام عليكم. اليوم غنكملو التمارين ديال الصفحة 73 ديال السبعة. تمرين 23، كونستخويغ أن أنغل دو 30 دوغري سون رابورتور، يعني غنرسمو واحد الزاوية القياس ديالها 30 درجة دون استعمال المنقلة، يعني نحاولو نرسموها بالمسطرة أو بالبركار دون استعمال المنقلة. إذا غناخدو نرسمو قطعة كيما بغات تكون، هي يعني مثلا ناخذ العبر ديالها مثلا 4 مثلا، العبر اللي بغيتو غتاخذوه ماشي مشكل. مثلا هاد العبر هذا غتاخذوا البركار بحال هكا، غديروا هنا واحد القوس، من بعد تمشيو للجهه الاخرى نفس العبر، حاولوا ما تبدلوش نفس العبر اللي خدينا يبقى ما نبدلوش، وناخدو هنايا واحد القوس واحد اخر، يعني هاد النقطه التقاء هاد القوسين الى بحال غنرسمو مثلث متساوي الاضلاع، مثلث متساوي الاضلاع، يعني هاد القياس هذا هو اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا. غناخدو هاد النقطه فاش التقاو لينا الاقواس الثاني، غنديرو قوس واحد اخر بحال هكا، غنرجعو الجهة الأخرى وغنديرو قوس هنا فالتقاء القوسين هنا، تاني تاني ماشي الأول، غناخدو غنرسمو بحال دابا. إلا رسمنا هاد اللولاني شحال غادي يكون العبر ديالو؟ هاد اللولاني القوس الأول التقاء النقطة الأولى شحال غادي يكون؟ غيكون العبر ديالها 60 درجة، حيت حنا رسمنا مثلث متساوي الأضلاع، ومثلث متساوي الأضلاع القياس ديال الزوايا ديالو بثلاثة تيكونو 60 60 60. راكم قريتوها أن تخيونغل إيكي لاتيغال لي تخوا أونغل سون إيكو، تيكونو متقايسين و 180 كنقسمو على ثلاثة هي 60، يعني تكون هنا 60 وهنا 60 وهنا 60. هنا عاوتاني رسمنا بحال رسمنا المنصف ديال هاد الزاوية، المنصف ديال هاد الزاوية كنرسموه باش غتقول لينا هادي 30 وهادي 30. نتأكدو بواسطة المنقلة أن هاد القياس ديال هاد الزاوية هو 30 درجة، وناخدو الصفر هانتوما باش نشوف اش كيبان ليكم. هانت الصفر ديال الضلع ها هو الأصل هنا، قراو هنا هي 30 درجة، هادي هي 0 10 20 30 درجة، يعني هاد الزاوية هادي القياس ديالها هو 30 درجة، رسمناها دون استعمال المنقلة. إذا دابا هادي تمرين 23، تمرين 24 نفس الشيء، ثاني إنشاءات كونستخويغ أن أنغل دو 120 سون رابورتور. في الأول رسمنا قلنا مثلث متساوي الأضلاع القياس ديالو هو 60، بحال غنرسمو جوج مثلثات متساوي الأضلاع وغنشركو الزوايا ديالهم باش يعطينا 120، سهلة يعني ترسموها. يعني غديرو دابا تمرين 24، نفس الشيء غناخدو كذلك قطعة العبارات، ضروري خصكم تحترموا القياس ديال هاد الضلع، احترموه لان حنايا غنديرو مثلث متساوي الاضلاع. اذا ناخذ مثلا هاد الضلع هذا، ها انتما نفتح لكم اكثر هالشوكة البركار، ها هاد الضلع نفسه غنحاولوا نخليو من المسافه البركار ما تتحركوهاش، ونرجعوا للجهه الاخرى هايا. يعني الا رسمنا حنايا هنايا باردون اش كيبان، الا رسمنا هنا هذا المثلث هذا سديناه يعطينا مثلث متساوي الاضلاع، يعني هذه الزاويه غتكون 60 وهذه 60 وهذه 60، حنا بغينا 120، حنا بغينا 120، يعني مثلا هذا الضلع هذا غنعتبروه هو الضلع ديال المثلث الثاني، غنرسمو مثلث واحد اخر ثاني متساوي الاضلاع باش يكون عندنا 60 زائد 60 هي 120.
يعني بلا ما نرسمو، ممكن ترسمو داك الضلع على خفتو تلفو، رسمو هاد الضلع ورسمو المثلث العلامة الثانية، ومن بعد مسحو هاد الوسطاني باش ما تدوخوش. ممكن الا خليتو هاكا ماشي مشكل. اذا هاد العبر هذا نيت، هذا غناخدوه هنا وناخدو هاد المسافة هادي نيت هنايا. ماشي خصني باش اذا هنا هذا المثلث الاول هو هذا، هذا المثلث الثاني يكون ثاني نفس متساوي الاضلاع. حنا اذا غناخدو هاد الزاويه هادي، الزاويه هادي هي اللي غناخدو. اذا الا جينا عبرناها بالغابورتور يعني نديرو هنا صفر هاكا ناسي ناسي نقلب لكم المنقاله باش يبان الارقام مقادين. هانتوما ها الصفر ناسي، هاهو الصفر 10 20 30 40. حنا غادي حنا غاديين هنا 120، يعني هاد القياس هذا هو 120 درجة. هاكا كي كنديرو نرسمو دون استعمال المنقالة، كيكون بعض القياسات ساهل ترسمهم 30 60 120 90، يعني داكشي ساهل ترسمو دون استعمال المنقالة. هذا التمرين 24 باردون، سمحوا ليا طاح ليا الطابل. إذن ندوزو للتمرين الآخر، التمرين 25. Quelle est la nature du triangle ABC dans chacun des cas suivants ? عندنا دي كا ديال المثلث، عطاونا العبار ديال الزوايا، حنا غنقولو شنو هي طبيعة هاد المثلث، طبيعة هاد المثلث. إذا ا عندنا الحالة الأولى بي ا سي إيكال 60 إي ا سي بي إيكال 60، يعني لي دو زونغل العبار ديالهم هو 60. بقى لنا الزاوية الثالثة شحال غادي يكون العبار ديالها؟ راه بين 60 زائد 60 هي 120. الزاوية الثالثة راه غيكون 60 باش يعطينا المجموع هو 180، يعني ثلاثة ديال الزوايا نفس القياس. إذا كي غيكون هاد المثلث هو يكون متساوي الأضلاع، يعني نقولو تخيونغل إيكي لاتيغال. إذا نديرو التمرين 25 إكزارسيس 25. عندنا الاحتمالات، عندنا بي ا سي إيكال 60 إيكال ا سي بي تاهي 60، بي ا سي و ا سي بي كيساوي لنا 60. إذا نشوف الزاوية اللي بقات لينا هي ا سي بي، بي ا سي هي ا بي سي، ا بي سي حتى هي غادي تكون 60، باش نجمعوهم بثلاثة بهم غيعطيونا 180. دونك لو تخيونغل ABC équilatéral. Équilatéral. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عندنا ABC كتساوي 28 و ا سي بي كتساوي 76. بقات لينا الزاويه الثانيه بي ا سي شحال غادي تكون؟ عندنا هادي ا بي نا شوفو لكم ونا ا بي سي ايكال 28 اي ا سي بي ايكال 66. اذا بي ا سي ايكال 180، نقصو منها 28 زائد 76، غنحسبوها 28 زائد 76 غتعطينا هي 94، نقصو منها 180 هي 76. اذا بي ا سي كتساوي لنا 76، عندنا بي ا سي كتساوي 76 و ا سي بي كتساوي لنا 76. عندنا جوج ديال الزوايا متقايسين، إذن هاد المثلث شنو غادي يكون؟ غيكون إيزوسيل، يعني المثلث متساوي الساقين تيكون زوايا القاعدة متقايسة. إذن نقولو
A B C est un triangle isocèle. هذا بالنسبة للاحتمال ب. دابا عندنا ندوزو نشوفو سي. عندنا سي ا بي سي كتساوي 57 و ا سي بي كتساوي لنا 33. اذا سي عندنا ا بي سي ايغال 57 اي ACB égale 33. CB بغات لينا A. إذن B AC نفشي 180 ناقص 57 زائد 33. 7 زائد 3 هي 0. 3 زائد 5 8 هي 9. إذن BAC égale 90. إذن هاد المثلث كي غادي يكون عنده واحد الزاوية دغوا ان انجل دغوا. اذا هو مثلث قائم الزاوية. اذا ا بي سي ايتان تريانجل ريكتانجل قائم الزاوية ريكتانجل. حاولوا تضبطوا المفاهيم دابا نتوما في السبعة، يعني كتقراو الرياضيات الفرنسيه غتبقاو دائما تقراو بالفرنسيه. هاد المفاهيم الاوليه ضروري خصكم تضفطوهم مزيان، مابقاش تخلطوهم. واخا نشوفو الاحتمال الاخر. عندنا دي بي ا سي كتساوي 45 اي ا سي بي كتساوي لنا 45. يعني هنا عندنا جوج ديال الزوايا حتى هما متقايسين، زاويتين القاعدتين متقايستان 45 45. يعني غادي يكون هنا ايزوسيل، ولا جمعنا 45 زائد 45 هي 90. اذا الزاويه الثانيه اللي غتبقى لينا غادي تكون 90. اذا هذا المثلث قائم الزاويه ومتساوي الساقين، فيه جوج الحالات قائم الزاويه ومتساوي الساقين. اذا ايزوسيل او ريكتانجل بجوج بهم. اذا عندنا الحاله تي نا ا بي ا سي كتساوي لينا 45 اي ا سي بي هي 45. اذا ا بي سي هي اللي بقات لينا كتساوي لينا 45 زائد 45 هي 90. الزاويه الاخرى غتكون هي 90 باينه، 180 ناقص 90 هي 90. اذا هذا قائم الزاوية وعندو جوج ديال الزوايا متساويين، إذن إي غيكتونغل إيزوسيل. إذن دونك أ بي سي إي تان تخيونغل إيزوسيل إيزوسيل غيكتونغل غيكتونغل متساوي الساقين وقائم الزاوية. إذن هادو هما تمرين 25. دابا غندوزو لتمرين 26. تمرين 26 تيقول parmi les angles suivants trouvez les paires d'angles supplémentaires et les paires d'angles complémentaires. عندنا هنا ديال زونغل فيهم العبارات اللي عطينا، غنختاروا الزوج ديال الزوايا اللي هما متكاملتان يعني كومبلومونتير ومتسامتان يعني سوبلومونتير. سوبلومونتير يعني لا صوم ديالهم كيساوي 180 وكومبلومونتير لا صوم ديالهم كتساوي لنا 90. عادي تبقاو تجمعوا هادي مع هادي زائد هادي مع هادي، تشوفوا اللي عطاتكم 180 راه سوبلومونتير، واللي عطاتكم 90 راه كومبلومونتير، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. اذا التمرين 26 عندنا لي زونغل كومبلومونتير. عندنا ا كتساوي 19 ب كتساوي 73 56 61. يعني حاولوا بسرعه باش
سمح لي ما كيبانش، باش تجمعوا الحسابات دائما عندنا يا 90 يا 180، يعني الرقم الوحدات غادي يكون زيرو. غتحاولوا تشوفوا جوج الارقام اللي تجمعوا لنا يكون في الوحدات ديالهم صفر، يعني 93 ما تعطيناش صفر، يعني بلا ما ندبر راسنا نديروا العمليه الزائد. 3 و6 كذلك ما تعطيش صفر، 3 و7 ممكن تعطي الصفر، يعني غادي نجمعوا 137 زائد 73 وغادي تشوفوا شحال غادي تعطيكم. 137 زائد 73 يعني تعطينا 7 زائد 3 هي 10، 3 زائد 7 هي 10 زائد 1 هي 4. هنا ما غاديش تعطينا تكون فايته 180، تعطينا شي 240. اذا غنجمعوا هذه هذه، اذا شكون غادي تكون؟ نحاول نجمعوا 19 مع 161. 91 هي 0، واحد ثلاث حسيفات، جوج هي 8. اذا هاد الجوج هادو غتعطيونا 180. اذا نديرو ا بلس دي، يعني 19 زائد 161 كتساوي لنا 180. اذا هادو غيكون عندنا دو زونغل سوبليمونتير. هذا لونغ سوبليمونتير. بالنسبه للونغ كومبليمونتير ثاني عندنا 17 هذه ا بلس جي، عندنا ا 19 و جي 71. يعني 6 زائد 1 هي 0، و 1 زائد 7 هي 8، و 1 الاحتفاظ هي 9. يعني هادو دو أونغل كومبليمونتير. متكاملتان. هذا بالنسبة للتمرين. عندنا دابا 27، تمرين 27 تيقول لك دون شاكان دي فيغور سويفون لي بوان ا بي سي سون تيل اليني. هاد جوج ديال الاشكال اشوف النقاط ا بي سي واش هما مستقيمين. ا بي سي يعني غير الشكل تيبين لك واش هما مستقيمين ولا لا، يعني خصنا نبينو كيفاش. يعني الا كان ا بي سي سون اليني يعني غتكون عندنا لا لونغل ا بي سي ولا ا سي بي ولا بي ا سي اونغل مستقيميه، غتكون الزاويه مستقيميه. اذا الحاله الاولى عندنا الزوايا اللي عندنا هنايا، عندنا هذه 45 هذه 42 هذه 65، غادي نجمعوهم. غنديرو 45 زائد 42 زائد 65، يعني 5 زائد 2 هي 7، 7 زائد 5 هي 12، يعني هذه ماشي 180، يعني ناقصه 4 و 4 هي 8، و 6 هي 14، واحد الاحتفاظ هي 15. اذا 158 يعني ماشي مستقيميه هذه. عندنا هنا نجمعوا العبر ديال الزوايا 33 زائد 32 زائد 47 زائد 68، الى جمعناهم غادي يعطيونا 180. اذا هاد الزاويه هذه العبر ديالها 180. اذا ا بي سي هي سيتون اونغل بلا. بالنسبه لهذه الا كانت اونغل بلا يعني كتعني ان هاد النقط سون اليني، هذه ماشي اونغل بلا سون اونغل اوبسو، اذا هي هاد النقط ما هماش اليني. هذا هو المفهوم ديالها. اذا نسد dans chacun des figures suivantes les points A, B, C sont tels en A. Et dans l'angle première figure, maintenant, en jumeau l'angle de la zawaya, en duro A, C, D plus C, D, E plus C, E. B
كتساوي لينا 65 زائد 42 زائد 45 كتساوي، ممكن ديروا عملية 65 42 45 خمسة 12 هنايا 10 14 15 كتساوي 152. دونك A B E C ne sont pas alignés. يعني إلا كانو أليني خص تكون عندنا الزاوية مستقيمية. دابا غندوزو دوزيام فيغيغ. عندنا غنجمعو تاني الزوايا أ بي دي بلوس دي B E plus D B E plus E B F plus F B C. هنا pardon هنايا C E E C B. إذن العبارة اللي عندنا ا ب د هي 68 زائد 47 زائد 32 زائد 33. إذن غنديرو عملية 68 47 32 33 نجمعهم بحال هكا. هنايا عندنا 10 17 20 10 12 15 18 إذا 180. دونك A B C est un angle plan. Alors A B et C sont alignés. هذا هو بالنسبة للتمرين 27. بالنسبة للتمرين 28 كالكول لي زونغل ماركي بوان دانتيغوغاسيون سيغ لي فيغور. هاد لي زونغل هادو لي ماركين هنا بوان دانتيغوغاسيون نعرفو العبر ديالهم. ملي تيعطوكم تقلبوا على العبر ديال شي زاوية و تيعطوكم العبر واحد آخر، وحتى هاد لوكوداج لي تيكون عندكم خصكم تعرفوه مزيان تنتبهوا ليه. عطاكم هاد الكوداج بحال هكا كتعني هادي ستان نونغل دغوا، اونغل دغوا راه العبر ديالها باين، يعني هادي راه 90، يعني واخا ما يكتبوهاش راه باينه هاديك العبر ديالها هو 90. اونغل دغوا كتساوي 90. عندنا كذلك لونغل بلا هاديك راه كذلك العبر ديالها راه معروف 180، يعني هادي ستان اونغل بلا يعني العبر ديالها هو 180. اذا غنمشيو لا فيغور ا. عندنا هادي اونغل دغوا يعني العبر ديالها غيكون 90، وهذه كذلك اونغل دغوا العبر ديالها غيكون 90، وهذه 46. حنا بغينا نعرفوا هذا العبر ديال هذه الزاويه هذه. الا لاحظتوا مثلا الا دورنا هذه كامله هذه شنو هي ستان، كنسميوها مثلا ستان سيركل او ستان كنسميوها اونغل كومبلي، يعني زاويه سامه، يعني هذه كنعتبروها زاويه سامه او ستان سيركل. شحال العبر ديالها هو 360، هادي العبر ديالها هو 360. الزاوية ملي كدور لينا كاملة كتعطينا 360، ملي كيكون فيها غير نص هكا هادي 180، إلا زدنا كملناها 180 من هنا و 180 من هنا، يعني هادي كلها 160، يعني هاد الدورة كاملة كتسمى 160. غنجمعو 360 ماشي 160 باردون 360، غنجمعو هاد الزوايا هادو و غنقصوها من 360. إذن غندوزو تمرين اكزيرسيس ديال 28 باج 47 64 14. عندنا هنايا كالكولي لي زونغل ماركي باغ بوان دانتيغوغاسيون سيغ لي فيغور. عندنا ا، عندنا
دو زونغل دغوا اي ان اونغل ايغو نديرو 360 نديرو 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 46 تساوي 360. نقصوا منها 180 زائد 46 اللي هي 226 ونديرو 360 ناقص 226 360 نقصوا منها 226 10 ناقص 6 هي 4 و 6 ناقص 3 هي 3 و 3 ناقص 2 هي إذن هذه الزاوية هو 134 10 ناقص 6 هي 4 و 6 ناقص 3 هي 3 و 3 ناقص 2 هي 1 تكون غلط. إذن هذه الزاوية هذه العبر ديالها هو 134 يعني هذه الزاوية هذه هنا 134 يعني اللي جمعناهم بربعة بهم خصها يعطينا 360. بالنسبة لا فيغور بي عندنا هادي سي نونغل بلا وعندنا هادي نونغل طغوا ومن هنا لهنا اللي بغينا العبار اللي عندنا من هنا لهنا عندنا 115 يعني هاد الزاوية هادي هادي هي 115. حنا بغينا هادي شحال كتساوي مادام عطاونا هادي 115 وهادي راها باينة هي 90 إذا غنديرو 115 غنقصو منها 90 يعني الباينة هادي مغديش نخدمو بالزاوية المستقيمية ما خدمتها بشي حاجة غنخدمو 115 غنقصو منها 90 إذا هنا غنديرو بي غنديرو 115 ناقص 90 كتساوي لينا يعني غنديرو العملية هنايا 5 ناقص 0 هي 5 11 ناقص 9 هي 2 إذا 25 25 درجة يعني إيكو إلا رديتو البال فعلا راها زاوية صغيورة يعني هنايا غتكون هي 25 درجة يعني باش صافي تعرفوا العبارات راه ساهل نحاولوا تخدموا بالكوداج اللي يكون عندكم وخدموا بالزوايا اللي يكونوا معروفين العبار ديالهم بحال اون دووات اون اونغل دووا اونغل بلا اذا هادو كيكون العبار ديالهم معروف. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمارين هادو وكنشكركم بزاف على التشجيعات ديالكم وكنتمنى نكون كنوصل ولو القليل لبعض التلاميذ وكنساعدكم وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وشكرا لكم والله يعاونكم.